هيثم، استاذ هيثم فوق يا راجل. فوق. سلامتك. قوم قوم قوم. سلامتك يا راجل. انا لميت لك ورقه اهو، يعني مع انك طول عمرك يعني ما بتديني مليم احمر. لا قول لي يعني يا زيسم. لا مؤاخذه يعني يا زيسم، سكسفنشن سؤال يعني، ايه الورق ده؟ لا مؤاخذه يعني طول الليل ممجج عينك في الشخابيط دي من واحنا عيال صغير يا راجل، عمرك ما لعبت معانا في الشارع. كفايه. خمسه مظبوط. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده انا سهران طول الليل بعمل في الورق ده. انت عارف الورقه من دول بكام؟ كام دي؟ ب20 جنيه يا ابو جهل. دي 20 جنيه. ال 20 جنيه دي انا باخدها وانا قاعد على الدكه وانا مقعس كده يا مؤاخذه يعني. اوعى تقع تاني يا زلسم. مال الرسومات دايس عليها قطر كده ليه؟ الكلام ده كله هيتعاد تاني والشخصيات هترجع اللي اتفقنا عليه في الشكل الاولاني. الكلام ده لو ما جاليش بكره هخصم على كل رسمه 2 جنيه. رسامين على قفا من يشيل. وانا كل ما اقول يا طوبه يا ابويا ترمين المجازير يا عين. ترمين المجازير يا عين. والله انت رايق. ازيك يا صاصة؟ صاصة؟ ولا زمان يا بيه ما سمعناش منك كلمة صاصة دي. هي ايه؟ الغزالة رايقة ولا ايه؟ على الآخر. قول لي بقى. إيه؟ عملت كام 20 جنيه في الساعتين اللي أنا غبتهم عنك؟ ساتر يا رب. أنت عمال تجر ليه يا زي هيثم؟ ده أنا بقالي شهر حتى ما أكلتش الشيكن. إيه؟ الشيكن فراخ يعني. يا سادي. ايوه ايوه بي اعمل كده زي هيثم بعد اذنك. اتفضل. ايوه بي دايلك اهو. اتفضل يا بيه. اتفضل. كل سنه طيب يا بيه. وانت طيب يا سيدي. امسك بقى ما تبطلش. كل سنه طيب. نورت يا عمار يا بيه. اتفضل اتفضل يا بيه. ويا بنت السلطان. سعادة الباشا. سعادة البيه. أهل. والله منور. الله يخليك. والله منور. الله يخليك. على فين يا باشا؟ عند دكتور السنان هنا في الثالث هنا. طيب زي الفل. اتفضل. كل سنه وانت طيب. يا رب تخف. انت طيب يا حبيبي. عقبال اولادك. الله يكرمك. ان شاء الله سليمه. تعيش يا باشا. ان شاء الله. اتفضل يا باشا. خلاص بقى. اتفضل. اتفضل يا باشا. اتفضل يا بيه.